بما فيهما حسن يبدا وكارم الجاني الذي عانى في وقت سابق اقول وتدرب على انفراد في الحصه الصباحيه. الاول كان يعاني من اصابه على مستوى الكاحل والثاني من شد عضلي خفيف. الحصه المسائيه كانت الاخيره للنخبه الوطنيه التي ستتنقل الى مدينه بيلو هيريزونتي لوضع اخر اللمسات لمواجهه بلجيكا انطلاقا من مطار كابيناس الذي لا يبعد عن مقر اقامه المنتخب إلا بحوالي 58 كيلومتر فقط في وقت لن تستغرق الرحلة أكثر من ساعة واحدة. كما قرر الناخب الوطني عدم إجراء أي حصة تدريبية الأحد على أن تخوض المنتخب أو يخوض المنتخب مرانه الأخير الاثنين في ملعب مينيراو في نفس توقيت اللقاء الساعة الواحدة زوالا بتوقيت محلي والخامسة بتوقيت الجزائري. كما سيعقد قبلها وحيد حليلوزيج ندوة صحفية للحديث عن اللقاء تحضره مختلف وسائل الإعلام مثل ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. مبعوث شروق نيوز سمير غانا كان حاضرا في مركز أرسي سبور وعاد لنا بهذه الصور. كانت هذه هي الحصة التدريبية الأخيرة التي خاض أشبال خليلوزيتش قبل شد الرحال نحو مدينة بيلو أوريزانتي ومواجهة الشياطين الحمر منتخب بلجيكا. كان معكم سمير غانا بعثة شروق نيوز من داخل مركز سوروكابا البرازيل. Let's go, Alex.